السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مشاهدين قناة ابدأها صح بالفرص. النهاردة كده معانا عرض مميز، خمس فدادين خريج زي ما احنا عودناكم بنبدأ التصوير من عند البير ده، بير دينوبوكس اهوت. واحنا قلنا مميزات البير الدينوبوكس طبعا اللي هو بير فوار، وبعد كده بنركب عليه مكنة الدينوبوكس ديت. مكنة الدينوبوكس ديت زي المعين عندنا في بحر، يعني دي ممكن يركب عليها مجموعة جرار، لكن هنا بيركب عليها ديزل لأن وش المية بيبقى عالي. وطبعا زي ما احنا واضح معانا في الكاميرا كده، دي قرية الأمل، ده الطريق. طبعا زي ما احنا شايفين كده الطريق بسم الله ما شاء الله بيتعمل فيه توسعات، واحنا قلنا البلد هنا عاملة شغل جميل جدا، بتوسع في المناطق وتزود في المناطق وشغل. وده طبعا زي ما احنا شايفين برج الشبكة بقى في كل قرية، هنا موجود برج الشبكة، والوضع هنا بيتحسن يوم بعد يوم، ووضع جميل جدا. نخلينا في الفيديو بتاع النهارده ده طبعا البير الدينوبوكس، وده القرية ما بينه. طبعا ده يا دوبك مصرف 25 متر حرم المصرف يمين و25 متر حرم المصرف شمال، لأن ده مصرف عمومي مصنف رقم واحد. رقم واحد ده بيبقى ليه 25 متر و25 متر، يعني احنا معانا حرم الطريق وبعد كده المصرف وبعد كده قطعة الأرض. زي ما احنا شايفين اهوت الفرق ما بين البير والطريق يا دوبك حرم الطريق اللي هم هنقول 100 متر، و25 متر حرم المصرف، يبقى هو كده تمام. ده كده البير، وزي ما احنا شايفين المعدات متحركه هي على الطريق. ودي القريه، قريه الامل تمام، زي ما احنا شايفين اهو. وده البير طبعا زي ما احنا عودناكم، ده البير شغال طبعا، لان اوقات بنيجي نصور بيبقى البير مش شغال. ده البير شغال اهي، دي ميه البير تمام، ماسوره 10 اهي طالع منها كتير ميه، يعني هنقول 8 بوصه زي ما احنا شايفين اهو. زي ما احنا عودناكم برضه الغرفه بتاعت البير، الماتور هو شغال. زي ما احنا قلنا لكم ارض الخريج بيبقى لها الدعم الكامل من الدوله، فده طبعا كده الجهاز اللي شغال بيه الماتور ده، ده دعم من الدوله، الفلاح ملوش علاقه بيه. وفي نقطه تانية، ده بير خريج اهو، البير اللي جنبه ده بير خريج لكن بالطاقه الشمسيه. واحد يقول لك لا طب ما هو ده كده شغال بالجهاز، ده شغال بالجهاز الدوله مش موجود، اللي شغال بالطاقه الشمسيه الدولة اللي عملت له الطاقة الشمسية. واحنا صورنا قبل كده وقلنا ان الطاقة الشمسية ده شغل الدولة اهوت، معمول حواليها كردون سلك مقفولة، عليها حارس وعليها سواق، ده كلاته الدولة اللي بتحاسب عليه والدولة اللي بتديهم مرتبات. انت مالكش علاقة الا تفتح المروة بتاعتك او الفتحة اللي بتدخل مية للأرض. يبقى البير ده بالظبط مساوي للبير ده، ده بير مدعوم من الدولة دعم كامل، وده بير مدعوم من الدولة دعم كامل، لكن ديت على مجموعة أراضي وده على مجموعة أراضي. فزي ما احنا قلنا اهوت لعشاق الأراضي المميزة ولعشاق الأراضي اللي هي قريبة، ده احنا معانا النهاردة خمسة فدان وهنتحرك إن شاء الله. احنا صورنا من عند البير وقلنا المعلومات الكافية، هنتحرك إن شاء الله ونصور لكم الأرض. خليكم مستمرين معانا وإن شاء الله نقدر نفيدكم النهاردة، وربنا يجعل الخير لصاحب النصيب، وخليكم معانا. لسه مستمرين معاكم، وده كده احنا اتحركنا من عند البير، لكن طبعا زي ما احنا اتفقنا بنصور لكم كل المكان. ده البير اهوت زي ما احنا شايفين تمام، يا دوبك عدينا. دي الاراضي اللي موجوده على البير بسم الله ما شاء الله، الخضار باين اهوت والحلاوه باينه اهيت. كل اللي احنا بنمشي فيه بنمشي 300 متر على المدق ده، المدق ده هو نفس المدق بتاع البير، يعني هو برضه حرم الطريق زي ما احنا شايفين اهوت العمدان. بنمشي حرم الطريق ده 150 متر وبعد كده ندخل يمين نلاقي القطعه، يعني ما بين القطعه وما بين البير حوالي 200 متر، منهم الطريق المستوي اللي هو زي ما احنا شايفين كده، ده الاتوبيس ماشي على الطريق اهوت، واحنا بنمشي في نفس الاتجاه 150 متر وندخل 50 متر عمق. خليكم مستمرين معانا. لسه زي ما احنا قلنا لكم مستمرين معاكم، وده المدق اللي احنا قلنا عليه، يعني والله 50 متر بس، يعني احنا ايه بنحب اللي احنا نبقى واضحين. يعني يبقى كده يعني الشجره العاليه اللي موجوده هناك ديت، دي على الطريق، الطريق الرئيسي الفرافره الداخله تمام. وده كده خليكم مستمرين معانا، دي كده دخلت الارض.
المكان اللي طالع فيه البوز ده، ده المصرف اللي جنب الارض، تمام؟ زي ما احنا شايفين دي الاناية الرئيسية اللي بيجي منها المية. ده طبعا احنا عارفين الارض الخريج بتيجي المية في اناية زي ما احنا شايفين كده، وده المكان طبعا اللي يدل للمكان ده كان بيتحجز عليه الاول، ده شغل الدولة اهو في المية. ودي كده الاناية، تمام؟ ودي طبعا زي ما احنا بنصور لكم على الزراعات اللي جنب الارض كلها، هي منطقة كلها بسم الله ما شاء الله زرعة. ده دورة اهوت، ده برسيم، وزي ما احنا شايفين كده الارض كلها متحوطة بنخل، وحاجة من الحاجات الجميلة يعني. الارض زي ما احنا شايفين اهيت، دي الارض كانت مزروعة برضو ذرة، فيها جزء مزروع تقريبا فدانيين ذرة وثلاث فدادين برسيم حجازي. زي ما احنا شايفين الارض والحلاوة والنخل والجمال اهوت. طبعا النخل في كل الارض اهو، ودي المروة بتاعت الارض. خليكم مستمرين معانا، هنتحرك في مكان تاني ونصور لكم مكان تاني. احنا في مكان تاني في الارض اهوت، واحنا مستمرين معاكم زي ما احنا شايفين. ده الدورة مكان ما تقلم اهوت ومكان ما تلم. زي ما احنا شايفين الارض كلها متحوطة بنخل، ده نخل حوالين الارض اهوت، وفي شجر زي ما احنا شايفين الشجر واضح، والليمون والبرتقال والنخل برضو في الارض اهوت. حاجة يعني اراضي من الاراضي بصراحة الجميلة اللي الواحد شاف النخل اهوت. المكان كلته اخضر والمكان كلته مميز اهوت زي ما احنا شايفين، ارض من الاراضي الجميلة. برضو هنوه على حاجة واحنا بنتكلم كده، دي الارض اهيت واحنا ماشيين في الارض، التربة بتاعت الارض باينة، والنخل والفروقات بتاعت الارض. طبعا اتلم جزء من الحطب بتاع الذرة، وفي جزء تاني موجود واضح قدامنا اهوت. ده اكبر دليل الارض دي بتزرع صيف شتاء زي ما احنا اتفقنا. ارض الخريج المياه بتاعتها متوفرة، ما بتكلفش اي حاجة على الفلاح الا التقاوي بتاعتها بس. زي ما احنا شايفين اهوت الشمس طبعا مقابلانا، النخل اهوت والطرح بتاع النخل اهو. كل لما بنبعد بنصور برضو النخل بسم الله ما شاء الله. مستمرين معاكم، وبرضو الارض اللي فيها البرسيم دي تبع للارض النخل برضو زي ما احنا شايفين كده. الارض كل المروة مليانة نخل، حاجة بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده الارض حاجة بصراحة من الاراضي الجميلة جدا والقريبة والمميزة في المية وفي الطرفة في كل حاجة. خليكم مستمرين معانا، هنتحرك في مكان تاني ونصور لكم. زي ما احنا شايفين كده ده البرسيم اللي في الارض، طبعا باين وواضح حاجة بسم الله ما شاء الله. الارض كلها شجر من كل الجهات، كلها نخل، كل النخل اللي ظاهر قدامكم ده حوالين الارض ده ما يدور حاجة. بص بسم الله ما شاء الله، باين المكان وباين النخل اللي موجود في كل مكان، وباين الشجر وباين العمار اللي موجود. يعني من المميزات بتاعة الارض دي برضو زي ما احنا شايفين كده، ده النخل وده كل حاجة. لما نيجي نقرب المباني دي، دي القرية يعني، الارض دي قريبة من قريتين اتنين، قرية 17 قرية الشيخ مرزوق وقرية الامل، هي قريبة من القريتين الاتنين يعني. تقريبا هتعدي بس الطريق في قرية الامل، هتعدي الطريق في قرية الامل، وبالنسبة لقرية 17 ما بينها 300 متر 400 متر تبقى في قرية 17. يعني ارض قريبة من قريتين محترمين، ارض المية بتاعتها متوفرة تزرع صيف وشتاء، ارض مليانة نخل بسم الله ما شاء الله، تربة الارض محترمة باين قدامنا هوت، مكان الذرة والحطب بتاع الذرة يدل عن انتاج، وباين قدامنا البرسيم اللي مزروع، هما التلات فدادين برسيم. واحنا عارفين حاليا البرسيم ده طبعا وضع اقتصادي ووضع مادي محترم جدا في الوادي الجديد وفي اراضي الوادي الجديد.
زي ما احنا شايفين اهو، احنا بنصور من الواقع، بنصور كل حاجه على ارض الواقع. ده الفدادين بتاعه البرسيم اهو، النخل محاوط الارض من كل اي نخله ظهرت معاك في الفيديو دي موجوده في الارض، موجوده على المراوي وعلى الحدود بتاعه الارض. حاجه بسم الله ما شاء الله. برضو احنا مستمرين معاكم، احنا طبعا بنفصل كل شويه عشان الفيديو ما يطولش. دول 5 فدادين لما نلف حواليهم هناخد اكتر من ربع ساعه بنتكلم وبنلف حول الارض. زي ما احنا شايفين اهوت البرسيم اهوت، حاجه بسم الله ما شاء الله، كله احنا بنلف في كل الجهات اهو واحنا في نص الارض. حاجه بسم الله ما شاء الله. برضو النخل لو اي اتجاه هبص فيه اهو، ده النخل حوالين الارض، شجر، ده شجر ليمون، ودي طبعا الشجرة الكبيرة ديت شجرة الكافور توضح الأرض، شجرة كبيرة اهي. وده برضو النخل، هنلف 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 زي ما احنا شايفين كده، كل النخل ده موجود على المراوي بتاعة الأرض بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. وده البرسيم اهوت، دي الأرض اللي احنا زي ما احنا بنقول بتزرع صيف وشتاء. أرض محترمة، أرض ما تكلفش حاجة، أنت دفعت فلوس تاخد خيرها. أرض بصراحة حاجة من الحاجات النوادر والحاجات المحترمة اللي موجودة هنا. برضو خليكم مستمرين معانا، هنتحرك في مكان تاني ونصور لكم. ده مكان تاني من الأرض أهو، والله من حلاوة الأرض الواحد مش عايز يبطل تصوير في الأرض. يعني الخضار طبعا ليه عامل نفسي جميل. وبرضو عايز انوه على حاجة، كل حاجة يا جماعة تسوى فلوس. يعني الخضرة والجمال اللي في الارض ده يسوى فلوس، يسوى فلوس بجد. يعني لان في ناس بتيجي تقول لك لا ده الارض غالية قوي. غالية بناء على ايه؟ غالية. طب وشمعنا الارض بتاع بحري وابلي اسعارها وصلت لكده؟ مش عشان ارض خطرة وميتها متوفرة. طب ما هي ارض الخريج برضو هنا زي ما احنا شايفين الخضار موجود اهوت والمية متوفرة، ايه اللي فرق يعني؟ فدان البرسيم عندك لو بيجود عندك فدان برسيم حجازي، الارض اللي الفدان بتاعها بمليون هتطلع طن ونص، والارض اللي الفدان بتاعها ب 50,000 وب 100,000 هتطلع برضه طن ونص. خليكم معانا، هنتحرك في مكان تاني ونصور لكم برضه ان شاء الله. لسه مستمرين معاكم، احنا برضه لسه في البرسيم اهو، والكاميرا طبعا بتوضح زي ما احنا شايفين اهو كمية النخل اللي موجود على حدود الارض بسم الله ما شاء الله. الشجر بتلف، ادي البرسيم وادي الارض. والله انا متأكد ان الكاميرا مش جايبة الحلاوة اللي الواحد شايفها بعينه، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان نوضح الوضع اللي موجود هنا. زي ما احنا شايفين اهو كمية النخل والطرح بتاع النخل واضح اهو، كل الارض كل المروة مليانة نخلة. طبعا احنا عارفين النخل ومميزاته اللي موجودة. وادي البرسيم، احنا زي ما احنا شايفين اهو انا بلف في كل الاتجاهات الارض من الجسر للجسر، وده ندل على شيء، ده برسيم قديم مش برسيم جديد، يدل ان المية مكفية الارض وزرعة. وده شجر ليمون اهو طارح برضه اهو، واضح معانا الطرح بتاع الليمون، ليمون طارح اهوت موجود، ليمون مطعوم، ده برضه في حدود الارض اهو، الليمون اهي تمام زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. النخل والليمون والبرسيم وحاجه تبارك الله. يعني والله الواحد مش عارف يقول ايه من الحلاوه اللي هو شايفها. ارض 3 فدادين برسيم مزروعين من الجسر للجسر، ما فيهمش حته خفيفه حتى. الارض كانت مزروعه ذره، وباين طبعا من الحطب بتاع الذره كميه الذره وكميه الانتاج. النخل اللي حوالين الارض، الليمون، شجر الكافور اللي محوط الارض، حاجه بسم الله ما شاء الله. وده برضو حوش، دي برضو من مميزات الارض دي، الطريق اللي احنا صورنا من عنده. لو احنا مش عايزين نمشي ال 150 متر اللي احنا قلنا عليهم، في طريق تاني، ده الحوش اهو تابع للارض،
زي ما احنا شايفين حجم الشجرة يدل ان الارض زرعة بقالها قد ايه. وده نخ، احنا طلعنا في الحوش اللي هو الجرن اللي هم بيقولوا عليه تابع للارض زي ما احنا شايفين. ده برضو الليمون، الشجر طارح اهو. حاجة بسم الله ما شاء الله، كل ده على حدود الارض بسم الله ما شاء الله. تمام، ده برضو النخلة اهو معاه فسايل كتير تقدر تنقلها في الارض. وده الشجرة برضو، وده الزراعات، وده المكان اللي حوالين الارض كله زي ما احنا شايفين الخضار. وده حوشة اهو ما بينه وما بينها مصرف، ده المنطقة بحالها بتاعت الارض اهي، كلها زراعات وكلها حواش وكلها خير. ده اكبر دليل الارض طلعت خير، كل الخير يبقى موجود. وزي ما احنا متعودين معاكم وربنا بيكرمنا في كل فيديو نلاقي خير، ربنا موجود زي ما احنا شايفين كده. مش عارف واضح معايا ولا لا، بس انا شايفهم غنم ومعيز مالين الارض اهوت، ودوار، وادي دوار تاني موجود. واكبر دليل على الارض شبعانه ميه والميه موجودة المصرف اللي مليان مية، كل القوس ده طالع في المية زي ما احنا شايفين اهو. دي الارض وده المكان كله، ده الحوش بتاع الارض. الارض مميزاتها برضو اللي هي ليها طريقين اثنين، الطريق ده تدخل عليه اللي هو واضح قدامنا ده، والبير واضح قدامنا، والبير عند الشجر اللي موجود. البير واضح قدامنا اهوت. تمام، ارض كلها مزروعه، الاراضي اللي جنبك كلها مخضره وجميله اهيت. تمام، ده طريق بيوصلك للحوش بتاع الارض او للمكان اللي انا واقف فيه ده، والطريق التاني اللي احنا دخلنا اللي هو كان مزروع ده. فالارض لها طريقين وواجهه مكانين، وده حوش اهو مقابلك على طول. لو حبيت تبني في الحته الفاضيه دي حوش تاني مفيش اي مانع، ده موجود جرن حاليا لان صاحب الارض مش متواجد او مع المواشي بتاعته في ارض تانية، لان احنا اللي انا عارفه اللي صاحب الارض ديت معاه كذا قطعه ارض. تمام، تقدر تبني هنا المكان اللي انت عايزه، ده مكان متجهز اهو، وارضك ونخلك وكل حاجه. فخليكم معانا، وزي ما احنا عودناكم احنا بنصور لكم على الواقع، ومعانا الاستاذ محمد بيبين لنا كل التفاصيل وكل المعلومات اللي تخص الارض. لسه معاكم، ومعانا طبعا زي ما احنا معودينكم في كل فيديو معانا الاستاذ محمد هيقول لنا كل حاجه عن الارض وقانونيه الارض. مساء الخير يا استاذ عماد، ومساء الخير على المشاهدين الكرام. طبعا احنا النهارده في موقع من اجمل المواقع اللي موجوده عندنا هنا في منطقه الفرافره، خمس فرادين خريجين. الخمس فرادين خريجين دول في زمام قرية الخير والنماء حوض الشيخ مرزوق قرية 17، لكن هم تابعين لجمعية شباب الخريجين التعاونية الزراعية بمنطقة الكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد. الخمس فرادين اللي معانا النهاردة هم يعتبر زي ما حضراتكم شفتوا في التصوير كلهم زارعين، حتى في الموسم الصيفي كانوا نصهم زارع ذرة ونصهم مزروع ترسيم حجازي اللي هو المحصول الدائم هنا. الأرض فيها ما يقرب من 55 أو 60 نخلة، أرض ما فيش فيها حاجة مش كويسة، ما فيش فيها حاجة مرشحة أو مملحة، ما فيش فيها أي حاجة ممكن إن الواحد يقول إن هي أرض مش كويسة أو أرض معيوب. وده منهجنا في إن إحنا نعرض لحضراتكم الحاجة المميزة دايماً. وزي ما حضراتكم شايفين كده في التصوير قدام حضراتكم المنطقة السكنية قريبة جدا من الخمس فدادين دول، يعني ما يقرب من نص كيلو 500 متر. الأرض دي زي ما قلنا لحضراتكم أرض خريج، يعني إيه أرض تم تسليمها من أكتر من 30 سنة لشباب الخريجين، كان المشروع القومي للرئيس الراحل محمد حسني مبارك. الأرض دي ما عليهاش أي فلوس للدولة، خالصة من الدولة بالنسبة للخريج، دي أرض ممنوحة هبة للخريج، أو الدولة سلمتها للخريج ما فيش عليها أي فلوس، لها كامل الدعم من الدولة. البير زي ما حضراتكم شفتوا في التصوير بير شغال بالجيربوكس، الجيربوكس ده شغال بالديزل والديزل شغال بالجاز، الجاز أو الديزل أو السولار،
الدولة بتشيل مع حضرتك التلتين، وانت بتشيل التلت بس او التلات ارباع والربع بس، يعني ليك كامل الدعم من الدولة. اي صيانة في البير او في المراوي الرئيسية للارض او في الديزل او في اي شيء يخص مساحة البير اللي هي 140 فدان، الدولة بتتكفل بصيانته او بالانفاق عليه، وحضرتك ما بتتكلفش شيء خالص. ده وجه الدعم اللي الدولة بتعمله لحضرتك في بقعة الارض دي او في منطقة الارض دي. الارض 5 فدادين ليهم بطاقة حيازة زراعية باسم الخريج اللي استلمهم، تبع جمعية شباب الخريجين التعاونية الزراعية في الكفاح مركز الفرافر محافظة الجديد، لها كامل الدعم من الدولة في المخصبات والاسمدة والتقاوي والكلام من ده، وده غير طبعا الصيانة والمعدات ولوازم البير. يعني الارض مساحتها 5 فدادين بالسكك بالمراوي، وزي ما انت حضرتك شفت التصوير بالظبط. الارض المطلوب فيها 700,000 قابل للتفاوض، وان شاء الله باذن الله ربنا يبارك لاصحابها واللي يكون في نصيب ليها يعني ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد، وشكرا ليكم، وكان معكم عماد نبيل في قناة ابدأها صح بالفرافر.